رجعنا معكم في ديستيناسيون تونس ليميسيون ديديي او سيكتور دو توريزم. نذكر اللي احنا موجودين في قصر المعارض بالكرم في تغطيه لو برانتون دو كافي في دورته الاولى. نواصلوا مع ضيوفنا سي ناصر بليل اللي هو ديريكتور دو ديفلوبمون كوميرسيال في شركه توبديس. مرحبا سي ناصر, اهلا وسهلا بك. اهلا بك, مرحبا بكم في المعرض في ليديسيون الاولى تاع لو برانتون دو كافي. شرفنا سيدي بكم, مرحبا. شكرا لك. جوستمون اهميه مشاركتكم انتوما في هالمعرض هذايا. والله المشاركة نتاعنا هي جات معناها كمشاركة أولى, هي إديسيون الأولانية, لكن جات حل المشاكل البروفيسيونيل اللي عندنا في تونس الكل. خاطر اليوم تعديت فيسا ما عرفتش بروحي, ناصر بلال مدير تطوير التجاري لشركة بلو تونيزي وشركة توبديس. نرجع ونقول اللي مشاركتنا في المعرض جات من بعد برشا مشاكل وتشكيات من البروفيسيونيل. اليوم بلو تونيزي ولا توبديس تعطي معناها حل 360 درجة للبروفيسيونيل, ستادير معناها ما نبيعوش قهوة كهو, نبيعوا قهوة, نبيعوا له ماكينات, نبيعوا له سيرفيس بريفونت, وسيرفيس بريفونت نتاعنا بلاش وذ فري. ليسونسيال اللي نحنا يبدا هو مرتاح وينجم يخدم, وهوني الديمومة تاع المهني معناها تكون على قليلة في استقرار. باش نحكيو على المشاكل نتاع لي بروفيسيونيل, باش نحكيو على هالحل هذا اللي تقترحوه, لكن قبل انتوما اون كوا سي امبورطون انكم تكونوا موجودين اليوم؟ بالضبط الاهميه تاع المشاركه نتاعنا في المعرض هي جات كما قلت لك من خلفيه المشاكل اللي تعرضوا لها المهنيين. ما عندناش من سوء حظنا, ما عندناش في تونس برشا شركات تقترح حلول, كلها شركات بالاساس ربحيه تبيع المنتج وما فماش معناها متابعة للمنتج نتاعها. اليوم شركة توبديس وبلو تونيزي تقترح حل للمهني. كيفاش اليوم المهني اللي شرى ماكينة قبل وما لقاش لبيس دو روشونج نتاعها ولا ما لقاش سيرفيس بريفونت, اليوم عندنا نحن يلقى كل شيء, نبيعوا له القهوة, نبيعوا له الماكينة, ونعطيوه مصحة ما بعد البيع اللي هي بلاش مجانا, وتكون فما متابعة للمهنيين والحرفيين اللي كلهم في ميدان القهوة. قلت لي المهنيين جوستمون عندهم مشاكل, شنو هي ابرز المشاكل اللي يعاني منها البروفيسيونيل؟ ابرز المشاكل اللي يعاني منها البروفيسيونيل فما هما زوز مشاكل. المشكل الاول عدم استقرار الكاليتي تاع القهوه, والمشكله الثانيه وهي المعضله اللي تخلي برشا مهنيين مساكن معناها ما لقاوش حل وحتى سكروا هو المتابعه. هو اليوم ما عندناش قطاع الغيار للماكينات, الماكينه تجي بطريقه معناها ماهيش طريقه صحيحه, يجيبوها يخدموا بها 3 سنين حتى كان تلقى عمرها هي 15 سنه, يخدموا بها 3 سنين تطيح هي معناها في بان, ما عنده ما يعمل, لا يلقى بيس دي روشونج ولا يلقى سيرفيس بريفونت فورمي ينجم هو في 24 اور يعمل له انترفونسيون ويحل مشكلته. نحن مصحه ما بعد البيع نتاعنا كيفاش تحل المشاكل؟ ساعه الديلي تاع الانترفونسيون تاع التكنيكو نتاعنا ما تزيدش على 24 ساعه, يا يصلحوا هيلو على 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 البلاصه يا يهزوها ويعوضوها بماكينه اخرى. بالحلول الجديده تو اللي عندنا في شركه توبديس بلو تونيزي اللي تحكي عليها بالضبط, معناها الفتره ماهيش بعيده برشا كنا كيفنا كيفهم نبيعوا قهوه, لكن زدنا نحن عملنا تعاقدات مع شركه اخرى كيما شركه بيانكي كيما شركه فابري واكثر من هذا ودون. وعنا كيما ديزا الان نحب ناكد ونقول في المصحه ما بعد البيع, خاطر هي المعضله الاساسيه للمهنيين في تونس. نحن شركتنا اللي بيس دو شونج قطاع الغيار تاع ماكيناتنا الكل متوفره, الاعوان نتاعنا كيف كيف عندهم تكوين خاص في الماكينات اللي موجوده, كل ماكينات لافازا وبيانكي. هذيك علاش نحن المهني ما نخليوش حتى نهار بلاش قهوه. شنو تقترحوا عليه كحل؟ نقترحوا عليه هي الخدمات تاع مصلحه ما بعد البيع, نقترحوا عليه ماكينات من اعلى طراز, نقترحوا عليه زاد حتى معناها تكوين الباريستا نتاعو اللي بارمان نتاعو. اليوم في القهوه مثلا تلقى بارمان دي باريستا ماهمش بيان فورمي, القهوه ما يعرفش الدوزاج الصحيح نتاع القهوه, ما يعرفش الدوزاج الصحيح نتاع الكوكتيل, يعرف يعمل كوكتيل حلو وكهو. سينو نحن نعملوا فورماسيون تاع لي باريستا, معناها عندنا باريستا سيرتيفي لافازا وهو اللي يعمل فورماسيون تاع المهنيين الكل, الكليونات نتاعنا وحتى اللي ماهمش كليوناتنا, خاطر عندنا هوني دور كبير هو التحسيس سونسيبيليزاسيون تاع المهنيين. مش بالضروره لازمني انا نكون شركه ربحيه, انا حتى الحريف اللي ما يشريش المنتج تاع القهوه من عندي نجم نعمل له تكوين للبارمان نتاعو ونجم ننصحه.
قول لي علاش. مانيش كيما نقول مش فماش قطوسي استاذ الربي. خاطر انا اليوم كي نكون الباريستا عباره ولا هذاك بريسكريبتور دو لا مارك. انا حتى كي يكون باريستا سيرتيفي لافازا متكون ويعمل دي فورماسيون حتى المنافسين نتاعنا التكوين نتاعو سيرتيفي لافازا. دونك هذيك علاش نقدم الحلول للمهنيين الكل. علاش لو كوتي هومان هذايا جوستمون نتاع التكوين للي باريستا مهم؟ مهم برشا، مهم برشا التكوين معناها من الناحية الاجتماعية. علاش مهم؟ على خاطر الباريستا كيكون متكون نحكيه على أجور شهرية. وعنا مشكل في تونس شنو؟ اللي الخدمات السهلة ماناش بيان فورمي فيها، ما نعطيوهاش قيمة. ما نعطيوهاش قيمة، سامحني في الكلمة، يقول لك هز سطل واللي بناي. لا، نحن كي نقولوا باريستا نقولوا إنسان متكون في تورينو، متكون في لافازا، وفي مرحلة أولى عنده تكوين في المغرب ونفهم الريجن نتاعنا. مهم برشا باش هو حتى على موطن شغل يحافظ على موطن الشغل نتاعو. اليوم المهني كي يلقى باريستا متكون راهو نهارت اللي وقف له عقد الشغل ووقف الشيفر دافير نتاعو يخسر في الحرفية القهوة نتاعو. معاك مش معناها دو باريستا ما نجموش يعصروا فرد قهوة. باريستا متكون وباريستا موش متكون راهو فرق كبير بعد سماع على ارض القهوه. اليوم حتى كان تزورونا في الجناح نتاعنا وندخلوا في اتصال بالباريستا يعطيك قهوه هي نفس القهوه اللي عملها الباريستا اللي تشربها في الكبسوله في الكبسول. وهذا هو العبد الكل ما يعرفوش الفرق. اللي راهي القهوه قهوه كانت حبوب ولا مرحيه والا كبسول كلها كيف كيف. ليسونسييل يكون الباريستا متكون بيان فورمي باش يعطيك كاليتي صحيحه تاع القهوه. ركزت برشا على التكوين، هذا جانب مهم برشا. نشكرك سي ناصر بليلي، يعطيك الصحه. يعيشك يعطيك الصحه، شكرا ليك. دونك موجودين في قصر المعارض بالكرم لو برينتون دو كافي، ضيفنا كان سي ناصر بليلي ديريكتور دو ديفلوبمون كوميرسيال شركه توب 10. مواصلين معكم بعد الاخبار، راجعين في الجزء الثاني من ديستيناسيون تونس، ليميسيون متواصله حتى الماضي 3.